مرات اجي انا على الكويت. اول مره في حياتي اطلع في شيء، طلعت في كيس رز تقريبا 10 كيلو، وطلعت بخمس علب لحمه وبكتين اللهم صل على سيدنا محمد، طحين ابو الكيلو وعلبتين دبس رمان وخمس حبات بطاطا، والحمد لله مروح بنتفة رز وبكتين طحين ابو الكيلو وعلبتين دبس. Thank you.